ما صفة هذا المهدي؟ صورته الخلقية جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي منا أجلى الجبهة أقنى الأنف. أجلى الجبهة أقنى الأنف، أجلى الجبهة يعني أن الشعر الذي في مقدمة رأسه قد انحتى، أقنى الأنف يعني أن أرنبة هذه الأرنبة أن أرنبة أنفه طويلة مع احتداب في وسط أنفه يملأ الأرض قسطا وعدلا.